توقفوا عن خداعنا. بهذه العبارة توجه أحد ممثلي صندوق النقد الدولي إلى الوفد اللبناني الرسمي قبل أن ينسحب فريق صندوق النقد من المفاوضات لحصول لبنان على مساعدات مالية ومن دون أن يحدد أي موعد لاجتماع التفاوض المقبل. هذا ما كشفه تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر غربي وصفه بالمطلع أن جلسة التفاوض الأخيرة سارت بشكل سيء للغاية، وهي الجلسة 16 والتباين لا يزال قائما بين تقديرات الحكومة لإجمالي الخسائر لدى الدولة وتقديرات المصرف المركزي وجمعية المصارف. يروي المصدر الغربي أن وزير المالية غازي وزني حاول احتواء التوتر خلال هذه الجلسة التي وصفها بالسيئة، فطلب الانتقال للبحث في نقطة أخرى، فأتاه الجواب ليس هناك من نقطة تالية وعلقت المفاوضات، ولكن ماذا لو لم يحصل لبنان على دعم صندوق النقد مشاهدينا؟ سألت وكالة الصحافة الفرنسية المصدر الغربي فقال إنه لا يرى ما الذي يمكن أن يشكل بديلا عن مساعدة الصندوق، فالبلد ينهار والليرة أيضا، بينما المسؤولون في حالة إنكار، وجزم أن أحدا من المانحين لا يستثمر في لبنان في ظل عملة غير مستقرة وبلا برنامج مع صندوق النقد. يقول توقيع صندوق النقد هو ما سيعيد تصحيح السمعة. التقرير الذي استهل بسؤال عما إذا كان لبنان ينحدر نحو الجحيم إن تعثر دعم صندوق النقد الدولي نقل عن مصدر آخر مطلع على سير التفاوض أن ممثلي صندوق لم يلمسوا جدية من الوفد اللبناني المفاوض، معتبرا أن لا أحد يريد الإصلاح وكل جهة تصارع من أجل مصلحتها الخاصة بينما تترك البلد يحترق. وقال إن اللوبي الذي يبدي استعدادا لأن يحترق البلد كي لا يكشف ما قام به من ارتكابات هو قوي جدا ومؤثر. وشدد المصدر على وجوب أن تفهم الطبقة السياسية أن زمن التسول انتهى والوعود الكاذبة بالإصلاح لم تعد تنطلي على أحد. وبيّن التقرير أن نصف اللبنانيين تقريبا يعيشون حاليا تحت خط الفقر ومعدل البطالة لامس 35%. الأمهات تقايضن على مواقع التواصل الاجتماعي ثيابهن أو مقتنيات منازلهن بحليب وحفاضات، وكثر باتوا عاجزين حتى عن ملء براداتهم. وفي الأسبوع الماضي انتحر 4 مواطنين بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة، وهي مشاهد سوداء لم يعتدها لبنان حتى في خلال الحرب الأهلية.